نظرا للكفاءات الكتيرة والمواهب المخبية بعالم السينما بلبنان وبالوطن العربي، ارتقت جمعية بيروت دي سي اللي بتهتم بالسينما العربية وترويج الأفلام الوثائقية إطلاق مشروع دوكمد، أي ورشة تدريب لمنتجي الأفلام الوثائقية المستقلة بالعالم العربي. هالمشروع بيتوجه للمنتجين والمخرجين المنتجين بالجزائر، مصر، الأردن، المغرب، فلسطين، سوريا، تونس ولبنان لتطوير مشاريع على المستوى الدولي، وذلك من أجل تمكين من العمل بطريقة محترفة بمجالات إنتاج الأفلام الوثائقية والإبداع والتمويل. وصلنا لمحل أنه هودي الأفلام صارت جاهزة بس ما عم تنعمل. فليه ما عم تنعمل؟ لأنه ما في منتجين وثائقي بالعالم العربي. لقينا أنه أحسن حل هو محاولة خلق هالتشبيك النتوركينج لإيجاد المنتجين للأفلام الوثائقية. فدايما في عنا إذا بدي غياب للمنتج بالعالم العربي، والمنتج ما بنحكي أنه بس هو الحدا يلي بحط مصاري، المنتج هو الحدا يلي بيعمل خطة إنتاجية وبيعرف من وين يروح يجيب مصاري ليقدر ينتج فيلم. فبما أنه شفنا أنه في هيدا النقص، حبينا أنه نعمل هيدا المشروع، نكتبه بالتعاون مع الشركة تبعولتنا. برنامج دوكمات اللي أطلقته جمعية بيروت دي سي بالتعامل مع برنامج إيرودوك الفرنسي ودوك آ تونيس التونسي، هو من تمويل الاتحاد الأوروبي، وبيهدف لاختيار 10 مشاريع سنوياً من كافة أنحاء العالم العربي للعمل عليها وتدريبها من خلال سلسلة من ورش العمل اللي رح تتم خلال 3 دورات، بهدف تحسين مستوى المشاريع الوثائقية وعرضها أمام لجنة من المهتمين بالعالم العربي بأوروبا وبكافة أنحاء العالم.